يعقد وزراء دفاع دول حلف الشمال الأطلسي الناتو اجتماعا في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم لبحث العديد من الملفات. وفي افتتاح الاجتماع أوضح الأمين العام للحلف يينس ستولتنبرغ أن الوزراء سيناقشون على مدى يومين مواصلة الدعم لأوكرانيا وتعزيز قوة الردع والأمن للحلف، بما يتماشى مع القرارات التي اتخذت في قمة فيلنيوس العام الماضي وزيادة النفقات الدفاعية. وللمزيد حول اجتماع وزراء دفاع الناتو ينضم إلينا من بروكسل مراسل تلفزيون دولة الكويت وسيم إبراهيم. وسيم، أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال وزراء دفاع حلف الناتو. نعم، تحياتي لكم بالسيدات والسادة المشاهدين. الملف الأبرز الذي بدأ به الاجتماع هو ملف الدفاع الأوروبي، الدفاع الأطلسي، تعزيز قدرات الحلف الردعية لمواجهة التهديدات الجديدة. وهنا يتم الحديث مباشرة حول تجهيز جيوش الناتو لمواجهة أي معركة قادمة، تحديدا بعد الحرب الأوكرانية وتهديدات من روسيا. وهنا يركز الحلف على زيادة الإنفاق الدفاعي باعتباره الخطوة الأولى الجوهرية والمهمة لرفض قوات الحلف بالأسلحة المطلوبة. ومن هنا يعني الأمين العام لحلف الناتو لفت إلى أن الإنفاق الدفاعي في الحلف وصل إلى مستويات مقبولة. 18 دولة من أصل 31 دولة في الحلف أنفقت 2% أو ما يزيد قليلا من ناتجها المحلي على الدفاع. الحلفاء الأوروبيون، وهنا كانت الولايات المتحدة دائما تضغط عليهم باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي، وصل إجمالي إنفاقهم الدفاعي في الاتحاد الأوروبي، الحلفاء الأوروبيون في الناتو، إلى حوالي 280 مليار دولار. إذا الأمور كما قال الأمين العام لحلف الناتو تسير في الاتجاه المطلوب، ولكن المهم جدا الآن هو زيادة وتيرة وتكثيف وتيرة الإنتاج الدفاعي. نعم، إذا كذلك وسيم، يعني بعد أنه بعد انتهاء اجتماع وزراء الدفاع كذلك من المقرر أن يعقد اجتماع آخر لمجلس الناتو مع أوكرانيا. برأيك ما الذي سيناقشه هذا الاجتماع كذلك؟ سيناقش بشكل مباشر زيادة الدعم لأوكرانيا. الأمين العام لحلف الناتو قال أن الدعم الأطلسي لأوكرانيا يحدث فرقا على أرض المعركة ويجب مواصلته، وأشاد بأداء القوات الأوكرانية التي يدعمها الحلف بقوة وأنها تحقق يعني تقدما ملموسا، وصل بها إلى استهداف يعني أهداف عسكرية روسية خلف خطوط التماس، ومن هنا استهداف القوات الأوكرانية لسفينة حربية كما أعلن مؤخرا. الدعم الأطلسي لأوكرانيا هو محور النقاش، وتحديدا التحذيرات الأمريكية والتحذيرات الأطلسية من نفاذ الذخيرة الأوكرانية، لأنها مسألة مهمة في إبقاء القوات الأوكرانية على قيد المسؤولية في الجبهات ودعمها بما تستلزمه من تحديدا أيضا القدرات الدفاعية لأنظمة الدفاع الجوي، وهي مسألة حاسمة الآن خصوصا في ظل التردد الذي رأيناه من الإدارة الأمريكية، وأشار إليه الأمين العام لحلف الناتو التردد في مواصلة دعم أوكرانيا ماليا، ولكنه أبدى ارتياحه أنه رغم القلاقل الموجودة ولكن الكونغرس الأمريكي مثلما فعل الاتحاد الأوروبي سيوافق على خطة الدعم المعززة لأوكرانيا. إذا لنقل أنه اجتماع لمواصلة الدعم لأوكرانيا. كان معنا مراسل تلفزيون دولة الكويت في بروكسل وسيم إبراهيم، شكرا جزيلا لك.